لمناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليميم يحيي اليوم الأممي للشغل. فئات تمثل الشرائح العمالية وفي عديد القطاعات التأمت للتعبير عن مجموعة من انشغالاتها وهمومها، حيث رفعت شعارات توحدت في مطلبها الاجتماعي والاقتصادي أملا في تحسين أوضاعها والاستجابة لملفاتها المطلبية. حناجر الكل صدحت بهذه المطالب. نطرح العديد من الإشكاليات التي يعاني منها القطاعات العمومية والقطاع الخاص. نحن يعني نعيش وخصوصا في القطاع الخاص يعني قمع صارخ وعدم تنفيذ لمدونة الشغل واستعباد الطبقة العاملة من خلال استنزاف ثروات من مال الشعب وعدم تقديم أي حقوق لهذه الطبقة العاملة. وايضا بهذه المناسبه ايضا ندعو هذه الحكومه الجديده للسهر والجلوس على طاوله المفاوضات وطاوله الحوار مع التمثيليات النقابيه للانكباب على مطالب الشغيله سواء في القطاع العام او القطاع الخاص. مطالب مماثله عبرت عنها فئات العمال المنضويه تحت لواء المنظمه الديمقراطيه للشغل فرع قليميم خلال هذه الوقفه التي تاتي في سياق برنامجها الاحتفالي المخلد لعيد الشغل. قضايا جوهريه وانشغالات تستاثر باهتمام الطبقه الشغيله اثارتها الكلمات والمداخلات التي اثثت لهذا المهرجان الخطابي بقلب المدينه. نخلد هذه السنة ذكرى فاتح ماي تضامنا مع الطبقة العاملة التي تعاني الويلات، كلها عوامل مجتمعة تقف حاجزا أمام بناء المشروع المجتمعي التنموي الحقيقي الواضح المعالم والضامن للحقوق وللحريات والإشراك في إنتاج وصنع القرار. لذلك قررت المنظمة بطرح مجموعة من الحلول والحلول الإجرائية الممكنة والموضوعية التي تمس في العمق مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. مناضلو الاتحاد المغربي للشغل عبر تمثيليته بإقليميم خلدوا هذا الحدث الأممي بمهرجان خطابي حضرته مختلف الفئات والشرائح العمالية لعديد القطاعات بالمنطقة، مناسبة لتجديد العديد من المطالب التي تصون أولا وأخيرا كرامة العامل وتضمن حقوقه والمشروعة في العيش الكريم وتضع حدا لمختلف السياسات التي تضر بمصالح الطبقة الشغيلة. تلتئم اليوم الشغيلة من أجل تخليد تظاهرة فاتح ماي، هذه التظاهرة التي تعد لقاء سنويا من أجل التعريف بالمطالب العمالية المشروعة التي بطبيعة الحال يسعى العامل إلى تحقيقها ضدا على السياسات التراجعية التي تنهجها الحكومة المغربية ضد العامل البسيط باعتباره الحائط القصير الذي تجد الحكومة فيه مجالا وملاذا من أجل تصحيح سياساتها. وغير بعيد مهرجان خطابي مماثل دعت إليه هذه المرة فروع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بحضور حشود من المنتسبين والمناضلين بإقليميم، كلمات حددت عديد السياقات الوطنية وكذا الدولية وعبرت عن أملها في تواصل مسلسل الإصلاحات التي عرفتها البلاد مع تشكيل حكومة جديدة تراهن على أوراش تحمي مكتسبات العمال. السياق الوطني يتميز بحكومة جديدة بقيادة شريكنا الاستراتيجي العدالة والتنمية، ونحن نتمنى صادقين كعمال كطبقة عمالية في القطاعين العام والخاص أن تستمر الإصلاحات لما يخدم مصالح الطبقة العمالية وتحسين أجور العمال والعاملين والعاملات في جميع القطاعات في قطاع الصناعة وفي قطاع الفلاحة وفي القطاع العمومي وأيضا في القطاع الخاص. ونتمنى صادقين من المنتخبين وكذلك مسؤولي الجهات الاهتمام بالاستثمار وأيضا جلب استثمارات في الجهات. جملة لقاءات ووقفات ومهرجانات خطابية تحيي من خلالها الطبقات العمالية بالمغرب كما بباقي بلدان العالم هذا اليوم الأممي للعمال الذي يعد محطة سنوية للوقوف عند مطالب وانشغالات هذه الفئات الاجتماعية وتحديد الرهانات التي تصون كرامتها وحقها في العيش الكريم. الصور كانت لدحمان بعريس وببجدور. نظمت الشغيلة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مهرجانا خطابيا ومسيرة تخليدا لليوم الأممي للعمال. في المتابعة برقين العروسي ومحمد شار. مع